وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى غينيا بيساو في الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادا لمواجهة المنتخب الغيني مساء غد في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات متتالية على كل من منتخبات جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط.